رمضان يجمعنا يهدي لنا الحب ويزيدنا قربا ويضمنا بحنان. رمضان يجمعنا يهدي لنا الحب ويزيدنا قربا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: وختم فلان في 10 أيام، وفلان وفلان في 9، إلى أن وصل إلى 3 أيام. ثم قال: ختم فلان وفلان في 2، وختم فلان وفلان في 1، ختمة كاملة. واحفظوا هذه الكلمة. قال رحمه الله: وأما الذين ختموا القرآن في 1 ركعة فلا يحصون من السلف. في وجهنا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا.